السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي تعمل الأشكال المعقدة والأرشاط بأبسط طريقة على السكتش اب؟ تابع الفيديو معايا. أصدقائي الكرام متابعين قناة أرابيك سكتش اب، النهاردة بنتكلم في حاجة مهمة جدا، بس قبل ما ندخل فيها هندي ملحوظة بسيطة. ايه هي الملحوظة البسيطة؟ ان برنامج السكتش اب طبعا بيختلف اختلافا كبيرا عن برنامج الماكس، بحيث ان السكتش اب برنامج خفيف سهل بيستحمل مثلا الشكل البسيط، بيستحمل يعني الفيلا حاجة بسيطة جدا، غير الماكس بيستحمل حاجة كتير. لذلك في قلب برنامج السكتش اب بتلاقي الملف ما زادش مثلا عن 100 ميجا، وان زاد يبقى ده حد اقصى، زائد ما بيستعملش سيجمنت كتير، لذلك ما يصلحش مثلا مع الحاجات الدائرية. طب ليه احنا بنستخدم البلاجنز؟ عشان نحاول نقربه يكون شبيه لبرنامج الماكس. فهل هذا يصلح ان احنا مثلا نكبر فيه او نعقد في قلب برنامج السكتش؟ لا، احنا بالظبط بنستخدم البلاجنز لحاجات بسيطه احنا بنعملها. طب الحاجات البسيطه دي اللي احنا هنعملها تبقى عامله ازاي بالظبط؟ اول حاجه ندوس كليك يمين فوق هنا هنلاقي حاجه اسمها كيرف لفت. اوكي، هو ده الشكل بتاعي، عباره عن ثلاث حاجات بالظبط. نقف هنا نعمل سهم على اول واحده هنشرحها. طب دي عباره عن ايه؟ باختصار شديد لو انا معايا نفس كده، معايا دايره ودايره ودايره، فلما اجي استخدمها بعمل سيلكت على الثلاثه هلاقي لي بالظبط انهم اتعملوا بالظبط كشكل واحد، طبعا الدايره الاولى والدايره الثانيه والدايره الثالثه. نفس الحوار لو جيت عملت زي مستطيل دايره مستطيل، هلاقي الشكل معايا مشي كده، فتح كبير قوي ونزل تاني ضيق، وبعدين فتح حته واسعه. الحته الواسعه الاولى ديت اللي هي الحته ديت، الحته الضيقه ديت اللي هي عباره عن الدايره، والحته ديت هي الحته الاخيره. دي باختصار برنامج اول حته في اسمها كيرف لوفت. طب نيجي نشوفها هنا، نشوفها صار جديد، جبنا حته دايره خليها 100 بس مو اكتر. اوكي، نقف هنا في 5. اوكي، عايز بس دي كده لحظه واعمل موف في حته ثانيه على جنب هنا. تمام، نمسك اول واحده نعمل كيرف لوفت، استنى لحظات بسيطه الاقي الشكل ده حصل معايا. الشكل ده اتحكم في طريقه السيجمنت اللي هي الخطوط ديت عن طريق السبلاين. تمام، لان انا مثلا اختار اشكال بغير في الاشكال، مثلا دي اقل مثلا شكل، طبعا زي ما احنا قلنا نستخدم سيجمنت اقل عشان الملف ما يتقلش معايا. ودي الجيومتري بتاعي اللي انا اقدر استخدمه. اول حاجه هنا دي طريقه عرض الفيكس اللي هي الاكس واي يعني يعتبر، وهنا طريقة الجيومتري بتاعي اللي أنا بستخدمها. خلصت بدوس حرف فينيش، صح، خلاص كده وبره اهيت، ده الشكل بتاعي. تمام. طبعا احنا عملنا هنا كوبي ليها عشان نجرب حاجة تانية. نمسك هنا دي كده ونعمل سكيل الناحية دي، سكيل الناحية التانية، سكيل مثلا ماشي كده حاجة بسيطة، موف مثلا الناحية دي شوية كده، موف مثلا حاجة الناحية دي كده، زائد حرف الاسكيل ونظبط اصغر كده. تمام، بس حتى بس كده يعني ايه ما يكونش بعيد اوي عنه. احدد دول كلهم مع بعضهم واروح عامل حاجة اسمها كيرف لوفت. ده اللي حصل معايا في الشكل بتاعي. اقدر طبعا زي ما احنا هنا اتكلمنا نلعب في حكايه السبلاين بتاعي، اللي هي السبلاين ده اللي هي الخطوط ديت، فبيحدد بالظبط هنا الخطوط بين الخط ده والخط ده، ده السبلاين اللي هو الخط اللي ماشي ده، الخط ده كده ده اسمه السبلاين. فهو مثلا بيحدد لك السبلاين مثلا يكون ناعم ولا يكون مثلا ثابت ولا يكون عامل ازاي. طبعا انا يعني بشوف مثلا الشكل المناسب معايا الفيرتكس بتاعي. اوكي، ممكن ده الشكل الجيومتري، ممكن الشكل ده، ممكن الشكل ده. بص اهي شايفين ده كده اهي تحت فوق الكلام ده كله. دوست على صح، استنى لحظات بسيطه واعمل هنا خلاص، ده كده الشكل بتاعي، ده كده شكل حلو جدا، بحيث مثلا ده وليكن كيرتن وول اي حاجه مبين مثلا، ودي ادوار هنا. تمام. نفس الحوار لو انا جيت بالظبط هنا عملت مستطيل، بعدين رحت جايب دايرة وقفت هنا كاميرا ظبطت. اوكي، لا غلط، هات شكل الدايرة. تمام
خلصت ده كده اخد دي كده واعمل موف كنترول مثلا يكون الشكل كده، واعمل سكيل اقل شويه. نيجي نجرب دي كده، ده الشكل اللي حصل بالظبط معايا. تمام تمام ده طبعا اقدر امسك مثلا السيجمنت الكلام ده كله واحرك فيها والسبلاين والكلام ده، بس انا مش مضطر يعني. تمام تمام خلصت، اعمل علامه الصح لحظات بسيطه خلاص اوكي تمام. بس كده ده الشكل بتاعي. طبعا فيما بعد اقدر ادوس كليك يمين، وزي ما احنا شرحنا اداه اسمها تولز اون سبيس اوكي، اقف هنا واعمل اكسبلود. ها 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 يلا يلا يا حبيبي، ها متعطلش طبعا. تمام الحمد لله انه عمل اوكي. شوف السبلاين كتير قوي، فمثلا ممكن اجي دايره واعمل الدايره هنا كده واعمل دي كده اوكي، اجاوب هنا واروح ماسح اهي دي كده حته مفتوحه والكلام ده. ده كده حاجه جميله جدا. طبعا اقدر من خلالها لان اعمل مثلا ادوار، شوف احنا هنتابع مثلا اعتبر ده 5 ادوار كل دول مثلا ارتفاعه 4 متر، اقدر اعمل الحوار ده وحتى اتحكم فيه. طبعا احنا عارفين حاجه مشهوره جدا لزها حديد تقريبا مركز ثقافي اسمه حاجه اياد حيدر تقريبا. فالمهم الشكل اصلا اورجانيك تقريبا كان الشكل عامل زي كده مش فاكر، او حاجه شبه كده تقريبا. فالمهم يعني الفكره بتاعته برضو نفس الحوار بالظبط التخطيط. فانا ممكن اقف هنا وامسك مثلا كيرف مثلا شبه الكيرف ده كده واخليه مثلا 100 اوكي، اقف هنا كده وكده واخليه مثلا كده ثم كده ثم كده مثلا حاجه شبه كده حلو، واروح واخد ده كده اعمل له موف على الجنب هنا كده في مثلا 4 تمام تمام حدد الشكل ده كده، واروح عامل حاجه اسمها كيرف لوفت اوكي اوكي استنى لحظات بسيطه. ها 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 يلا يلا يا قلبي ما تعطلش. ده التغطية مثلا بتاعتي، اقدر العب في الاسموس زي ما قلت لك، العب في الجيومتري اخليه فاضي اخليه مليان، العب في السبلاين بتاعي ها العب في السبلاين بتاعي، اعمل في اي حاجة ما علينا. تمام يلا 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 فيكس ماتش اوكي، عملت علامة الصح واستنيت لحظات بسيطة. يلا يلا يا قلبي 100% يلا يا قلبي 100% اوكي. ده كده كان بالظبط نتكلم على شكل اسمه الكيرف لوفت اوكي اوكي. نيجي نتكلم على حاجة تانية، اخد بس سكرين للشاشة اوكي، سيف اس اوكي ديسكتوب 01 وخلاص اوكي سيف سيف. طيب نيجي على نعمل كنترول حرف الان ونعمل نيو. نيجي على الاداه الثانيه بتاعتي وهي اداه اسمها لوفت كيرف لوفت اوكي، تاني حاجه اداه ليا. طب الاداه دي عباره عن ايه بالظبط؟ كاداه كالتالي، الاداه اللي انا برسم شكل وبرسم شكل تاني ولازم اوصل خط ما بينهم، الخط ما بينهم ده سوري بالظبط كده يعني الخط ما بينهم ده هو الخط اللي هيمشي عليه المسار. يعني سواء مثلا انا عندي الشكل ده، لو انا جيت مثلا رسمت المسار بتاعي من الحرف هيختلف عن ان انا ارسمه من النص. ليه هيختلف؟ مثلا في اتجاه، لو احنا بصينا من الناحيه دي انا عندي الدايره اهيت وعندي الدايره اللي فوق الصغيره، لو انا رسمت الخط ده الواضح من مثلا الحرف ده الحرف ده، فهلاقي ان الشكل بتاعي مشي كالتالي، عمل كده وعمل كده، جه مثلا بزاويه. غير مثلا لو انا جبت الخط الاصفر ده في النص هيضطر ان الشكل ده يمشي بشكل مستقيم. لو انا مثلا عملت اهو دايره ودايره وجيت الشكل الخط اللي في النص ما بينهم عملته جبته بزاويه، فهنضطر ان الشكل بتاعي هيجي بانحراف، هيبقى عامل كده متقفل كده ومتقفل كده، ده كله متقفل يعني. تمام تمام اقدر اعمل طبعا 1000 شكل، اعمل هنا مثلا 5 دوائر واعمل ما بينهم خط. تمام تمام دي كده اداه اسمها كيرف ليفت. فهنيجي مثلا نعمل مستطيل ثم نعمل مثلا نقف
اهيت بالظبط هنا كاميرا، مش لازم بقى الكاميرا يعني، انا ممكن اهيت هي حبيبي اوكي، واعمل موف اطلع شوية فوق، ها جميلة جدا، اطلع شوية كمان تمام حلو قوي ديت. اديها مثلا روتيت شوية اوكي لفوق ماشي، ها روتيت اهيت موف. طبعا انا هاخد الشكل ده واعمله موف هنا على الجنب في ثلاثة. حلو حلو، اول حاجة نعملها هنا اللي انا هرسم، هقف هنا بالظبط واعمل كاميرا تمام، هاجي هنا ارسم الخط بتاعي 100 مثلا اهو واهو. حلو ده كده على الحرف من المنتصف طبعا، ها من هنا كده ما علينا، مثلا نخليه كده، ومثلا ممكن نخليه كده على طول اوكي اوكي فمثلا نيجي لحد الاولاني ونعمل كده. طبعا اقدر اتحكم في شوية اشكال عندي اهيت، وطبعا في السبلاين بيأثر معايا في قوة السموز بتاعي. دوست مثلا اوكي، يلا 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 حبيبي يلا. ده كده كان الاولاني يعني. تمام تمام بص انا كنت عايزة برضو اعمل حاجة معلش بسيطة، هدى كده شوية، ما اقولك مش هتفرق معايا اوكي. هات مثلا ده كده في النص. طب مش هنجرب حاجة تانية ان شاء الله، هات كده في النص واعمل نفس الأداة صح تمام، بس عايز على السريع كده. يلا 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 67 ثانية، يلا يلا لوفت لونج. ومثلا عملت نفس الحوار صح اوكي 89%. الفكرة بس اللي انا كنت عايز اوصلها ولكن ما عملتهاش بشكل جيد، وهي حركة الدايرة من فوق. طبعا كنت عايز اجيب مثلا حركة الدايرة على الاقل الجنب شوية، بحيث مثلا اوريك اللي هي ما جبتها على الجنب شوية ففرقت معايا الخط ذات نفسه الاساس اللي اتحرك كده تمام تمام فعلى العموم احنا مثلا عايزين نعمل حاجة تانية جميلة جدا. ممكن نعمل كالتالي، ممكن مثلا نعمل اهيت مستطيل، نيجي شكل الدايرة كده اهيت، بعد كده مثلا في دايرة كمان حلو افرد ده كده. طبعا زي ما احنا اتكلمنا ممكن ها حلو، وبعدين كده نيجي في خط نافق كده ونعمل خط مثلا لازم يلمس الداتا مع بعض، شايفين الخط دوت عدد الداتا مع بعض، واروح عامل لوفت لوفت اوكي. هو تحس انه شبيه بده بس، لكن انا بتحرك معاه حركة اللوفت بتاعي اكتر يعني تمام تمام طبعا ده بيكون سموس اكتر من الاولاني، ولكن الاولاني فعلي عنه اكتر تمام تمام واخف منه. نيجي على الامر الثالث، هو من الامور الجميله جدا واللي انا من خلالها اقدر اعمل تغطيات معينه، ولكن لازم عشان اعمل الشكل الاخير ده لازم اكون مقفل الشكل. وليكن مثلا عايز اعمل تغطيه شبه كده، فلازم الشكل يكون بتاعي زي متقفل، ف
فاهمين قصدي؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو جيت عملت مربع، ايه اللي هيحصل المربع؟ المربع هيتقفل، هيبقى مسطح مقفول. لو جيت مثلا عملت شكل زي كده ممكن ما يتقفلش. طب ليه؟ لانه شكل مثلا مش مسطح كويس، او الزاويه بتاعته مش كويسه. طب نشوف اذا الكلام ده ازاي. هقول لك كالتالي، جيت مثلا عملت كالتالي حلو، هل ده كده اقدر لو انا قفلته يتقفل معايا؟ هل يتقفل معايا؟ لا ما يتقفلش معايا. طب ليه بالظبط كده؟ ليه ما يتقفلش معايا؟ لان طبعا مش مسطح شبه المستطيل كده باربعه قد بعض عشان يتقفلوا. فبحدده وادوس اخر واحده. يلا يا حبيبي، يلا 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 يلا، معلش لحظه بسيطه معايا اهيت، امسك الخط صح، عم نخليها مثلا كده وخلي الشكل متقفل. شفت اللي حصل؟ البتاع اتقفل كالتالي اهو، كأنه شيل مثلا اتقفل، كأنه اي حاجة متقفلة. ده بالظبط كده برنامج، ده قصدي بلجن اسمها، طبعا اقدر اعمل اسمص من هنا طبعا. واحنا زي ما قلنا مثلا ممكن نخليه متغطي كده، شايفين باين محاسس مثلا الشمس عدى من خلاله. ده كده بلجنز اسمها كيرف فلوفت. كده يكون خلصنا حلقة النهاردة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.